أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الدلو الخميس 19 أغسطس 2021. قد تدمر سلطتك بسبب تسرعك، حاول أن تكون متسامحا مع آراء الآخرين. الطاقة مناسبة لك لبدء بداية جديدة لمشكلة قديمة، ستجد النجاح عندما تجد حلا جديدا. قد يخلق الغلاف الجوي الكوكبي شروطا مسبقة لكي تصبح متشابكا عاطفيا. ستكون الخطط الموضوعة خلال هذه الفترة مفيدة للغاية، وسيكون السفر ناجحا، لكن كن حذرا إذا كنت خلف عجلة القيادة. قم بعمق ما يعنيه لك ليس فقط في ماضيك، ولكن أيضا الأحداث المستقبلية. تحدث تغيرات قوية في حياتك على مستويات دقيقة للغاية. السعي المتزايد لتحقيق النجاح المادي سيكسبك مواقف عدائية ومشاكل في التواصل. ابتعد عن الأشخاص الذين خيبوا ظنك مرات لا تحصى. عاطفيا لا تتسرع في أي شيء بسرعة، فالعلاقة التي تتطور تدريجيا ستكون مثالية، وستكون قادرا على التواصل بشكل جيد، وهو أمر بالغ الأهمية. فرض السيطرة على المشاعر، ننسى التسرع إذا كنت بحاجة لبدء مهام جديدة. ضع في اعتبارك إنشاء علاقات جديدة، اللحظة ليست مناسبة للرحلات. تساعدك التغيرات الأخيرة على إدراك أن آمالك لن تتوافق مع توقعاتك. تنغمس في مسؤولياتك خلال الصباح وفي المساء. افحص اجتماعاتك وقم بتقييم معارفك الجدد بهدوء. تشعر بالتوتر الآن بسبب عدم قدرتك على التعامل مع كمية المعلومات التي تجتاحها لتفعيل أفكارك وخططك التي لا ترفض المساعدة الآخرين. مهنيا ابتعد عن جهات الاتصال التجارية لأنك عرضة للمشاجرات. الطريقة الوحيدة التي ستنجح بها هي إثبات قدرتك على تلبية توقعات الآخرين. ستساعدك طاقة هذه الدورة على مواجهة بعض المشاعر التي ربما لم تكن مستعدا للاعتراف بها لنفسك. من الجيد أن تتوقف من وقت لآخر وتفكر فيما يحدث. ستنجح رحلاتك إذا كنت حريصا خلف عجلة القيادة. إذا عرضت عليك مصادر دخل جديدة فلا ترفضها. تسمح لك التغيرات التي تفكر فيها بإكمال المهام التي بدأت منذ فترة طويلة. لا تستثمر وقتك إذا لم تفكر جيدا في أهدافك. يوفر التكوين الكوكبي لهذه الفترة جميع أنواع الفرص الإبداعية والملهمة لوضع خطط للمستقبل. تخلص من المفاهيم الخاطئة وكن حقيقيا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.